السلام عليكم. نكمل إن شاء الله. الميكانيزمز باي ويتش باتوجين إيفيد. إحنا قلنا في العنوان كان بداية على انفكشن ريزيستنس زي ما تحدثنا، وإميون إيفيجن يعني معناته في عندنا هروب إيفيجن، والدليل على ذلك إنه في هناك ما زالت عندنا بعض من الميكروبس ما زالت تعمل مشاكل عندنا، وصعب يكون هناك ديفنس اجينست. نتطرق لبعض من الامثله، مش كل الامثله طبعا. في موضوع مثلا عندي هنا الاميون انفيجن بالنسبه للفيروس، في امثله كثيره. ميكانيزم نون اكسبريشن اوف فايرال جينوم، هيربس سمبلكس فيروس ليتنت، يعني بعض الاحيان بيكون في عندنا بعض من الفيروس في حاله تنسي، حاله بياد، يعني ما بصيرش هناك عندنا نوع من الاكتيفيشن للفيروس، فهذا وكأنه بيكون نيجليكتد بشكل او باخر، وبيستغل الظروف الى ان يتنشط الفيروس وهلم جرى. عدا لانه كمان الهيربس سيمبلكس فيروس كمان ممكن يكون يعني من ضمن الشغلات اللي بنحكيها كمان للطلاب، انه ممكن يعمل عملية تحطيم او يمنع عملية تكوين اللي هي في عندنا حد اسمها بروتين اسمه التاب، هذا عبارة عن مدخل للإندوبلازميك ريتيكولم، تمام. من فبيأثر هذا الإنزيم الفيروس عفوا على هذا البروتين، بحيث يمنع دخول البيبتايدات بتاعة البروتين اللي تكسر من الفيروس تروح تشبك على الام ال سي كلاس 1 عشان تعرض. فهذا برضو كمان ممكن يعمله الهيربس سيمبلكس، ممكن يكون يشتغل شغل كمان يحبط كذلك الكومبلمنت. في عندنا كمان انتيجين فاريشن في موضوع الانفلونزا، لان عندنا مثلا عندنا انفلونزا فيروس، الانفلونزا فيروس في بعض الاحيان بيحصل له طفره، بعض الاحيان الفيروس بتشكل من عده انواع من الحمض النووي، فيروس جديد ممكن يحصل زي موضوع الكورونا فيروس الان، ومشكلته انه انتيجيناته مختلفه عن الفيروسات الاخريات الكورونا فيروس، وهذا وعامل مشاكل بشكل كبير جدا، بدرجة انه عنده قابلية يشبك على خلايا الالفيولاي حواسلات الهوائية ويدخل جوا الخلية ويدمرها. طبعا هذه من ضمن الاشياء الصعبة اللي بيواجهها العالم الان. ال اتش اي في فيروس، الهيومن اميونو ديفيشنسي فيروس اللي له علاقة في الايدز، تمام، برضه نفس الوضع، ممكن يدخل في الليتنسي زي ما ذكرنا هنا، تمام، ويساعد انه كمان يحور الخليه ويصير الخليه تشتغل لصالحه، اللي هي طبعا هو الخليه بتنصاب هنا خليه التي سيل، بتعرف انه التي البر لما تنصاب ممكن يصير عندها مشاكل وما يصيرش عندنا اللي هو سيلولار اميونيتي اجينست الفيروس. كمان في عندنا فيروس ادينو فيروس او سيتوميجالو فيروس، ممكن يعمل عمليه تحبيط لبناء الامات سي كلاس. كمان في عندنا سيتوميجالو فيروس قلنا ميميك اللي هو التحفيز تحبيط بشكل او باخر، سبريس يعني هو كانه بيوجد بخلينا نقول ميميك انه ممكن بيوجد موليكولز او بروتينات تشبه الام اتش سي كلاس، فبيعمل عمليه تمويه هنا في الميميك. سيتوموجالس ممكن يحبط النيتشر كلير سيل من خلال ايش؟ بعض احيانا السيتوموجال فيروس لو شبك في الخليه بيساعد الخليه تطلع مثلا سيتوكاينز تحبط النيتشر كلير سيل، ممكن تخلي الخليه تدخل على ابوبتوسيس، يعني السيتوموجال فيروس شكله مجرم بانه له اكثر من شغله ممكن يعملها. في عندنا فيروس زي الابشتين بار فيروس، ابشتين بار فيروس ممكن يعمل عمليه انتاج الانترلوكين، يخلي الخليه تنتج انترلوكين 10، تمام، يعني لو صاب في الخليه تنتج انترلوكين 10، والانترلوكين 10 بحبط خلايا تي هيلبر سواء كان 1 او 2. هذه امثله من ضمن الامثله اللي ذكرناهم في موضوع الإيفيجن بتاع الميكروب الفيروس. في عندنا هنا طرق أخرى كمان اميون إيفيجن لمين؟ للبكتيريا، وهي في حدتها كثيرة. انكابسوليتد بكتيريا، يعني بعض أحيان بصير البكتيريا عندها كبسول، والكبسول عبارة عن يعني حامي ضد الفاجوسيتوسيس، تمام، هذا شغلة. الشغلة الثانية الكبسول ممكن تكون تحبط عمل الكومبلمنت، هاي واحد من الشغلات. الشغله الثانيه التوكسين، بعض احيان البكتيريا زي الباسيلس انتراكس بتطلع توكسين، تمام، ممكن تؤدي انه تخلي خليه الماكروفاج تصير لها ابوبتوسيس.
يصير لها ابوبتوسس، او ممكن تعمل كيلينج للنيوتروفيل اللي هي البوليمورفو نيوكليار ليكوسايت. بعض انواع من البكتيريا عندها انتيجينات بسموهم سوبر انتيجين. ايش يعني سوبر انتيجين؟ يعني انتيجينات بتشبك على الام اتش سي كلاس من الخارج. المهم هذا الانتيجين خليه تهيلبر لما تعامل مع هذا الانتيجين تتنشط بشكل كبير جدا، لدرجه انه في نسبه منها بصير له ابوبتوسز وبصير عندنا لوس. هذا شغله. شغله اخرى، في عندنا انتيجين فاريشن انفلونزا. طبعا هذه عفوا في البكتيريا، سوري، انفلونزا فيروس بيعمل انتيجين شيفت وانتيجين دريفت. هذه النقطه الاصول تكون عفوا في موضوع الفيرولوجي اللي هو له علاقه في عفوا الفيروس. اوكي، انتيجين فاريشن. في عندنا نوع من انواع البكتيريا زي الستريبتوكوكس كوموني، في منها الوت اوف سترينز، يعني عده انواع منها، وهذا طبعا بيعطي نوع من الفرايتي في الوت اوف ذا انتيجينز امونج ذيز ستريبتوكوكس كوموني سيروتايبس. في عندنا كمان الانترسيلولار سرفايف. Some organisms زي البكتيريا مايكروبكتيريا توبكلوسيس والليستيريا they remain away from reach of the humoral factor، يعني بنكون بعيدين عن الهيومرال عن الانتي بودي اجينست. كمان في عندنا نوع اخر اكسترسيلور انزيم، يعني في عندنا مثلا بعض من البكتيريا زي النايسيريا عندها انزيم بروتيز بيعمل عملية اللي هو تحطيم لمين؟ للاي جي اي، ديسترويد ايش؟ ذا اي جي اي ذا ميوكوزال سيرفيس. بيحصل في انواع هذا البكتيريا نايسيريا. وكذلك في عندنا الستريبتوكوكس بايوجينيز مثال اخر، مي الابوريت ابيبتايديز انزيم. بيبتايديز انزيم بيعطيني بيبتايديز انزيم، ليش؟ فممكن يعمل كليفج للسي 5 اي كومبلمنت بروتين، يعني بيعمل كليفج للبروتين للكومبلمنت عفوا البروتين، ممكن يأثر في موضوع الديفنس ميكانيزم. نيجي لنقطة أخرى في موضوع الباراسايت. الباراسايت برضو في عندنا موجود في الباراسايت بنلاقي زي البلازموديوم والتريبانوسوما. اوكي، مالهم هذول؟ دو انتيجينيك فاريشن، بيعمل عملية تغير في الانتيجينس بتاعتهم، بيحصل لهم تغير، وهذا حيساعد في عملية انه يمنع يكونوا ريزيستنس لمين؟ للكومبلمنت، ويكونوا كذلك ريزيستنس لمين؟ للسيتوتوكسيك تي لمفوسايت. اوكي، بشكل او باخر. في عندنا التريبانوسوما دو انتيجينيك فاريشن، تمام، دو لايش؟ انتيجينيك فاريشن in every generation، يعني كل generation من هذه ال generation بتاعت التريبانوسوما ممكن يعطيني شيء جديد، فمعناته الاميون ريسبونس السابق مش حيزبط، نحتاج الى اميون ريسبونس جديد. عندنا شيستوسوما برضه ممكن تعمل انهبيشن للهوست ريسبونس، ماله؟ بخلال تسكيره للليمفاتيك سيستم، يعني بيعمل لي عمليه لي اوبستراكشن للليمف ديو تو ذا lymphatic obstruction. كمان اللي بتريبنس موجود، وكمان مع الاميبا بيعمل انتيجين شيدنج، يعني بيعمل عملية فورميشن زي الشيت حواليهم حوالين السيرفيس بتاعتهم، وهذا بيكون عازل على عملية الديفنس ميكانيزم اللي ممكن تحصل اجينست الانتاميبا والتريبنسوما. بيكون في هناك زي كوتينج بعض من البروتينات او من سكرايد او اشياء اخرى، بيحاول يعيق اللي هو وجود الميور ريسبونس اجينست اللي هو الانتاميبا او الاجينست للتريبانوسوما. واكيد هناك كمان امثله كثيره في هذا الجانب. هذه بعض من الامثله في موضوع الاميون فيجن، وزي ما ذكرنا كمان في موضوع الفانجس
ممكن يحصل يكون في عندنا برضو ديفنس ميكانيزم او ايفيجن من خلال وجودها، انه بعض الاحيان بتكون عايشه جوا الخلايا الماكروفيجز الفانجاي، وتكون ممكن تعمل افراز لسيرتين انزيم تكون تعمل تدمير للخلايا اللي هي موجوده فيها، وهذا من ضمن الاشياء في عمليه الاسكيب بتاعت الفانجس. بهيك بنكون انهينا محاضره اللي هو resistance to infection and immune evasion، وإن شاء الله المحاضرة القادمة تكون آخر محاضرة للحديث فيها على موضوع الفاكسينيشن.